مساء الخير استاذ احمد، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا بحضرتك. في عداله في الماتش النهارده؟ بالتاكيد لا يا استاذ احمد، طبعا مفيش عداله، وللاسف الشديد متسيب برئيس الاتحاد الافريقي وهو من جنوب افريقيا، خذلنا وخذل كل جماهير الكره الافريقيه. لما قبل ما تولى رئاسه الاتحاد الافريقي كان من واحد من اهم الدعايه بتاعته ان هي تحقيق العداله في افريقيا من خلال تطبيق تقنيه الفار. الفار في دوري ابطال وبطوله الكونفدراليه السنه اللي فاتت للاسف الشديد كان ما طبقش الفار في دوري المجموعات، وهو اعتذر للكره الافريقيه وقال انها تطبق الفار اعتبارا من هذه البطوله. لكن للاسف الشديد برضو ادينا وصلنا مرحله دوري المجموعات ما فيش فار، لكن هو بيقول ان مش كل الملاعب الافريقيه جاهزه، لكن ده ما يوقفوش من عهده من وعده، يعني ان هو قطع الوعد ده وهو عارف ان ملاعب افريقيا عامله ازاي، مكان يجب عليه ان هو يطلع تعظيم مثل هذه التصريحات. بالتاكيد طبعا غياب الفار طبعا بيعمل ازمات كبيره جدا وبيغير نتيجه مباريات كتيره جدا جدا، وخاصه المرحله دي مرحله صعبه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله من اول دور الثمانيه باذن الله هيكون تقنيه الفار موجوده باذن الله في كل المباريات زي ما حصل السنه اللي فاتت باذن الله. طيب بصراحه الاهلي النهارده، وزي ما اقول انا ما شفتش الشوط الثاني بصراحه، شفت الشوط الاولاني بس، يعني الاهلي النهارده ما كانش في يومه، ما كانش في حالته، ولا سان داونز فريق يستحق ايضا لانه عنده لعيبه كويسه؟ شوف يا استاذ احمد، للاسف الشديد طبعا الاهلي النهارده ما كانش في حالته. النادي الاهلي النهارده عرض كان تقريبا 80% من لعيبه النادي الاهلي كانوا خارج الخدمه تماما باستثناء محمد الشناوي. ولولا محمد الشناوي النهارده كان الاهلي تلقى هزيمه كبيره جدا جدا، كان ممكن توصل 3-0 4-0 لولا محمد الشناوي، ولولا كمان تألق ياسر ابراهيم بشكل كبير جدا. المدافع النهارده ما شاء الله عليه عمل واحده من افضل مبارياته. كان في عدد كبير جدا من نجوم النادي الاهلي الاساسيين كانوا خارج الخدمه، على رسوم علي معلول النهارده كان في اسوء حالاته، أفشة كان في أسوأ حالاته، ديانج كان في أسوأ حالاته، وده واضح تماما إن لما يكون في أكتر من لاعب خارج الفورمة ده معناه إن في فعلا حالة جهاد كبيرة جدا، في حالة جهاد كبيرة جدا، إن ممكن نقول نشوف لاعب واحد بس يكون خارج بعيد عن فورمته وبعيد عن إمكانياته، لكن لما نشوف أكتر من لاعب في توقيت واحد وفي مباراة واحدة كلهم يكونوا خارج نطاق الخدمة، ده معناه إن في حالة جهاد كبيرة جدا. حضرتك بنتكلم على إن فريق النادي الأهلي من 1 مارس لحد النهاردة 12 مارس لعب 4 مباريات، وكلها مباريات صعبة، وكلها مباريات فيها ضغوط كبيرة جدا على الفريق، يعني ابتداء من ماتش فاركو، وبعد كده ماتش بيراميدز والمريخ السوداني وادي سان داونز، 4 مباريات في 12 يوم، في ضغوط كتير جدا. يعني احنا شفنا فريق الرجاء المغربي النهارده، فريق الرجاء المغربي اللي هو افضل فريق في دوري ابطال افريقيا النهارده لاول مره بيلعب 3 مباريات في 10 ايام تعرض لهزيمه النهارده. يعني نادي الرجاء المغربي بيلعب بارتياحيه شديده جدا جدا، اول ما لعب مباريات تحت ضغط ولعب 3 مباريات في 11 يوم. النادي الاهلي لعب 4 مباريات في 12 يوم، فشفنا النهارده الرجاء المغربي بيخسر من حريه كوناكري، وطبعا ده فريق اقل بكتير جدا من سان داونز. يجي كمان يا استاذ احمد، كمان يعني لعيبه النادي الاهلي كمان في عندهم مشكله حقيقيه، ان هم دايما بيجيلوا ويتالقوا في المباريات اللي تحت ضغوط، تحت ضغوط اعلاميه وتحت ضغوط جماهيريه. النهارده لعيبه النادي الاهلي بتخوض المباراه وهي عارفه ان في فرصه تعويض، لانهم عارفين دايما ان هم في بعد كده في ماتشين، الهلال المريخ والهلال في القاهره. فدي شويه بتخلي، لكن حضرتك لما تشوف النادي الاهلي في مباريات اصعب من كده وفي ظروف اصعب من كده في مباريات اقصائيه، النادي الاهلي مش ممكن يقبل الهزيمه حتى مهما كانت حاله الاجهاد. واضح تماما ان لعيبه النادي الاهلي تاثروا بالاجهاد. كمان حته ان المباراه بلا ضغوط عليهم، كمان خروج الزمالك امبارح كمان من البطوله، ده شويه عامل نوع من الارتياحيه. الزمالك كان عنده فرصه لحد ماتش النهارده، طبعا بيتر اتلتيكو النهارده كسب 3-0 في مباراه، يعني مباراه سهله جدا جدا جدا. يعني كان ممكن بيتر اتلتيكو النهارده يعمل اللي هو عايزه، يعني الشوط الاول 2-0، والشوط الثاني الراجل عمل 5 تغييرات كلها، لعب كل البدلاء في الشوط الثاني، مدرب بيتر اتلتيكو لعب كل البدلاء. فرص الاهلي ايه؟ فرصنا ايه الماتشين الجايين؟ ما عندناش حل غير الفوز، مش كده؟ الكره في ملعب النادي الاهلي يا استاذ احمد، يعني الكره في ملعبه بالكامل، يعني من حسن حظ النادي الاهلي لحد دلوقتي ان الكره ما زالت في ملعبه حتى بعد هزيمه النهارده، ان الكره ما زالت في ملعبه، يعني هو مش هينتظر حد. وده كان نفس الامر للزمالك مع الاسف الشديد، يعني الزمالك برضه الكره كانت في ملعبه، يعني الزمالك لو كان فاز 3 مباريات كان هيتاهل بدون النظر من كده اخرين. النادي الاهلي النهارده خسر، لكن النادي الاهلي ما زالت الكره في ملعبه وعنده مباراتين، ممكن يكسب المريخ السوداني، وممكن كمان لو سان داونز كسب الهلال، ممكن النادي الاهلي يوصل للمباراه الاخيره مع الهلال وهو ضمن التاهل بنسبه 100%.
فان شاء الله الماتشين الجايين ماتشين زي ما بيقول كده يعني لا بديل قدامنا الا نفوز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله المريخ يوم الجمعه، والهلال ان شاء الله يوم 1 ابريل بعد مباراتين مصر باذن الله مع السنغال في تصفيات كاس العالم باذن الله. موسيمانا قفلنا صفحه ماتش سان داونز، نبص على بكره. بالتاكيد طبعا هو موسيماني كان النهارده موسيماني مش عارف هو للسنه الثانيه على التوالي بيروح مع النادي الاهلي جنوب افريقيا، بيتعرض لصعوبات من 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 جماهير ناديه السابق، وطبعا جماهير ناديه لحد دلوقتي مش ناسي الموسيماني ان هو سابهم وراح يبني مجد ثاني او يعمل بطولات ثانيه مع نادي ثاني، طبعا مش ناسينه ان هو اخرج صن داونز مرتين من البطوله على يده. فجماهير صن داونز ما زالت لحد دلوقتي بتحاول ان هي يعني مش عايزه تغفل لموسيماني ان هو رحل. فالنهارده شفنا الواقع اللي حصل النهارده، ودي واقعة كماهير ونفس يمكن بس اخف واطئه شويه من العام الماضي. العام الماضي كانت الكماهير كلها واقفه بتسب موسيماني او بتترفض على موسيماني امام الاستاد، لكن النهارده كانوا بيحاولوا الامن كان بيحاول شويه يبعد اتوبيس النادي الاهلي او يحاول يعطله دخول الجماهير، ودي عملت مشكله كبيره جدا. موسيماني كان غاضب جدا قبل المباراه. استاذ علاء عزت بشكرك شكرا جزيلا.